التقطت عدسات مصوري الباباراتسي صور للنجم العالمي نيكولاس كيج خلال توجهه لأحد المطاعم الفاخرة الموجودة في بيفرلي هيلز في كاليفورنيا. كان النجم الشهير في طريقه لتناول العشاء مع صديقته أريكا كويك، ونيكولاس كيج صدم جمهوره مؤخرا بإعلانه خبر أنه بيستعد للتقاعد من التمثيل في السنوات القادمة، وقال أنه هيركز على الإخراج، وده اتسبب في حزن كبير لكل عشاق السينما العالمية.